حيا الله أهل الرافدين، أهلا بكم يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. مجددا نذهب وإياكم إلى فلسطين، فلسطين أرض الشهداء وبوابة السماء، فلسطين التي تجبل الشعراء على حب الفداء فيحملون قضيتها أينما كانوا وحيثما حلوا حتى يكونوا خير من يحامي وينافح ويكافح عن قضية لابد منتصرة، بالسيف تارة وبالإصرار تارة وبكلمة الشاعر تارة أخرى. مشاهدينا، بالنيابة عنكم وبالأصالة عن نفسي، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو. معنا الشاعر الفلسطيني دكتور عمرو تفاحة، أهلا وسهلا بك. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيدة دكتور. حياكم الله أستاذ مصطفى رضي الله عنكم، حياكم باري. في البداية دعنا نتحدث عن العلاقة ما بين فلسطين والقصيدة. بداية، كل مبدع أو كل إنسان لابد أن يكون صاحب قضية. نعم. فما بالك بصاحب القضية إن ولد مبدعا أو ولد شاعرا، فسترى أن شعره سوف يتحدث عن قضيته، ينقلها إلى العالم، فبعض يقاوم في يده والبعض الآخر يقاوم بقلمه وريشته. نعم. ونحن في فلسطين لابد لنا من قضية نحملها، وليس ونحن الآن في فلسطين. نعم. نقوم على مقاومة المحتل، وكل في مجاله، ونحن كأكاديميين أو كأدباء أو كمثقفين لابد لنا أن ننافح بالقلم والكلمة في هذا المجال. لو أردنا أن نتحدث بشكل مختلف عن فلسطين، فلسطين شاعران في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، هل ترى أن فلسطين غائبة شعراً أم مغيبة، أم أن هناك قضايا أخرى تعذر فلسطين فيها أخواتها وبالتالي تقول ربما ينتبهون مجدداً إليه في قادم الأيام؟ لا شك أن الإقليم أو الوضع في الإقليم المجاور لفلسطين وضع معقد جداً جداً. نعم. أدى إلى المحلية في النظرة إلى المشاكل والأحداث، فأصبحنا نرى أهل سوريا ينظرون إلى سوريا، وأهل العراق ينظرون إلى العراق، وأهل اليمن ينظرون إلى اليمن، وأهل فلسطين ينظرون إلى كل إخوانهم العرب بحكم ما لديهم من ظروف صعبة يعيشونها. صحيح. طبعا صحيح. فأصبحت فلسطين في هذه الظروف لا شك أنها تجمع الكل العربي، تجمع الكل الإسلامي، هي موجودة، لكن الظروف المحيطة أدت إلى تراجع حضورها بسبب كثر الأزمات الموجودة على الساحة العربية. نعم. والإسلامية. لكن تبقى فلسطين في قلوب جميع الأدباء وجميع الشعراء وجميع المثقفين، فهي القضية العادلة لكل العرب ولكل المسلمين. هذه سيرتك الفلسطينية، الآن خذنا إلى سيرتك الذاتية بدقيقة. من هو الشاعر الفلسطيني أو المهندس والأكاديمي عمرو تفاحة؟ تفضل. عمرو تفاحة هو شاعر فلسطيني، درس البكالوريوس في الهندسة المعمارية في جامعة النجاح، وأكمل الماجستير في نفس الجامعة، وعمل مدرسا لمدة من الزمن في نفس الجامعة، والآن يكمل دراسة الدكتوراه، عضو رابطة أدباء بيت المقدس في فلسطين. ما شاء الله. لديه ديوان مطبوع هداية حرف، ولديه مجموعة من القصائد، شارك في العديد من المسابقات، منها أمير الشعراء، منها مسابقة في كتارا، وهذا هو باختصار. جميل. حدثنا عن تجربتك في ديوانك الأول هداية حرف، لماذا اخترت هذا العنوان بالذات هداية حرف؟ ما السر وراء هذا العنوان؟ تقمصت في هذا الديوان أو في هذه القصيدة، قصيدة هداية حرف، طبعا قبل أن نتحدث عن مضمونها، في كل قصيدة بيت للقصيد، وفي كل ديوان قصيدة تكون بيتا للقصيد في الديوان. نعم. فأنا كنت معنيا بأن تكون هذه القصيدة هي بيت القصيد في الديوان. هداية حرف تقمصت فيها ممتاز. شخصية الراحل محمود درويش في قصيدته في رام الله، عندما التي ألقاها في رام الله. نعم. واستحضرت فيها العديد من الأمور والعديد من المواقف التي تمر على الإنسان، وحاورت فيها شخصا غير موجود، إما أن يعبر عن درويش، إذا أحباء درويش يحبون درويش، أو يعبر عن حكيم تسأله. نعم.
وفي النهاية تختتم القصيدة في عظة وعبرة، فجعلت ديواني هداية حرف باسم هذه القصيدة. لا تختتم القصيدة قبل أن نستمع إليها، خذنا إلى القصيدة ولعلها تكون مسك بداية إن شاء الله. هداية حرف: في ظلمة التاريخ أوقد حرفه لينير في زمن الضلال أهلة. في من جديد: في ظلمة التاريخ أوقد حرفه لينير في زمن الضلال أهلة، يده على لحن الحروف وروحه بيضاء كانت حين داع بظلة، يغري الزمان بحسنه وعلى جبين الشعر يرسم قبلة، يتفقد الكلمات إن هي أتعبت من عزفه فلكم أطال الرحلة، في قلبه الأوطان يحمل همها كفراشة حلم الصغار أضله، ما كان يعرف شاطئا ليريحها، كلا ولا وطن هناك أضله، من يومه للعشق أسلم أمره وبزورق الأحلام يتبع خله. من يومه للعشق أسلم أمره وبزورق الأحلام يتبع خله، حكم الرياح يقوده من مركب ولمركب بالهم كان أقله، يحتار بين الموج أين حبيبتي أين النوارس كي تجود بقبلة، ليسير نحو الناي ملتهب الخطى يهدي إلى قلب الحبيبة قبلة. ليسير نحو الناي مرتبط الخطى ملتهب الخطى يهدي إلى قلب الحبيبة قبلة، هو إن تمرد فالحروف تطيعه وبأبحر الكلمات أنشأ دولة، سكانها النسمات أحلام الصبا ولثورة الكلمات يسرج خيل. هو إن تمرد أعد هو إن تمرد فالحروف تطيعه وبأبحر الكلمات أنشأ دولة، سكانها النسمات أحلام الصبا ولثورة الكلمات يسرج خيله، يقتات فيها الشعر دمعات الهوى فينير من ألم القصيدة ليله. قد عاند الأيام من عهد الرؤى ليصوغ في عقد الزمان محله، قابلته والبحر مزق أحرفي وسألته تفاحة ومظلة، فأجاب والدنا القديم وذنبه لكن ربي حين تاب أجله، وسألته ذئب وطفل يافع فأجابني حسد القريب وحلمه شيئان كانا كي يفارق أهله، لولا الفراق لما غدا فوق الثرى الذرى ولما أناخ الكون ينشد عدله. لولا الفراق لما غدا فوق الذرى ولما أناخ الكون ينشد عدله، وسألته طفل بيم قد رمي ما كان يصنع حين وارى ظله، فأجاب حكم الله يمضي دائما مهما يكن فالأمر كان محله، وسألته والحب قال شريعتي بالدين كان الحب أعظم خصلة. بالدين كان الحب أعظم خصلة. وهذه هي القصيدة أيضا فيها من الخصال الجميلة ما فيها. دكتور عمر، كلمنا قليلا عن هذه القصيدة، أنت وقعت على قافية ربما محببة لمحمود درويش. صحيح. حينما قال ذات يوم يصف فيها النخلة. صحيح. وقال واشنقوني فلن أخون النخلة إلى آخره على البحر. صحيح. الخفيف، حتى أن هناك من الشعراء من اتهم درويش أنه لا يكتب العمود واتجه فقط إلى التفعيلة، لكنه أبدع في العمود كذلك. صحيح. حينما قال أمر عبرك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي إلى آخر هذه القصيدة التي يتمشى فيها شاعر متمشيا بقصيدتك دكتور عمرو تفاحة من فلسطين، من نابلس تحديدا، وكلمني عن القصيدة النابلسية وليس عن الحلوى. القصيدة اشتهر عندنا في فلسطين العديد من الشعراء. نعم. فدوى طوقان، إبراهيم طوقان بطبيعة الحال. صحيح. وعرفت نابلس في حبها للثقافة والعلم، وكانت مكتبتها من أوائل المكتبات في فلسطين. لكنكم ضعفاء. لماذا؟ ضعفاء شعرا غير معروفين. لا، إبراهيم طوقان
كيف غير دعني معروف. من زمان إبراهيم طوقان يا صديقي أنا أتكلم اليوم، هناك من يتهمكم بالضعف بالفتور بالبرود بأنكم ربما لا تحضرون جديدا على مستوى الشعر. لا أعتقد، هذا ظلم للشعراء أو شعراء نابلس. هناك أنا أعرف العديد من الشعراء الشباب، لكن المشكلة في فلسطين بشكل عام أن من يوجد داخل فلسطين لا تسلط عليه الأضواء. نعم، الأضواء تسلط على من يستطيع الخروج أو من تستطيع المؤسسات الراعية للأدب في الوطن العربي أن تصل إليه في فلسطين. هل تعرفك نابلس؟ كما تعرفها؟ تعرفني نابلس. من منكم يعرف الآخر أكثر؟ نعرف بعضنا جيدة، ويعرفني الكثير وأعرف الكثير، أهلها أهلي وناسها ناسي وعشقها في قلبي، وأعتقد أنها تشتاق لي كما أشتاق لها. باعتقادك عمرو تفاحة الشاعر الفلسطيني، هل نابلس أكثر وفاء لك أم أنت أكثر وفاء لها، أم الحالة متوازنة؟ والله يعني بالآخر البلاد أوفى لأهلها من أهلها بالآخر، فلسطين ونابلس في القلب، وأنا وفي لنابلس ونابلس وفية لي الحمد لله. يعني لي الكثير من الأصدقاء أتواصل معهم ولم يقطعوني. أهلها الكرام دائما يسألون عني وأسأل عنهم ونتفقد أحوالهم، والحمد لله رب العالمين، العلاقة متبادلة ومتوازنة والفضل من الله تعالى في هذا الموضوع. أنتم متهمون في فلسطين كشعراء بشكل عام، ولا أبرئ نفسي، ولكن أنت اليوم على كرسي المحاكمة، اسمح لي أن أصف هذا الوصف. أنتم متهمون بأنكم لم تكونوا على قدر فلسطين شعرا. دعني من درويش وطوقان، وذلك العصر مضى، له ما له وعليه ما عليه، لهم زمانهم ولكم زمانكم، في زمانكم أين توهجكم شعرا؟ يقول قائل وليس أهل. والله يقول قائل هو قوله، ولكن كما قال الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزود. بداية، معظم الشعراء في العالم العربي والإسلامي لا تتقد جمال قصائدهم إلا بعد رحيلهم، وبعدها يذكرهم الناس ويقولوا كان وكان، ولكن في لحظتها لا يكرم نبي في أهله، وهذه مشكلة الأدب والشعراء. نعم، أنت قلت ستبدي لك الأيام وما كنت جاهله، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. من لم تزودي، ائتني بالأنباء الآن، تفضل، أو ائتنا. ائتنا من أي شيء تريد، مما تحب وتشتهي، ولعلك ترفع صوتك قليلا. حسنا، بما أنك من غزة سأرشوك ببعض الأبيات. لك ذلك. هذه قصيدة كتبت بعد حرب عام 2008. نعم. كتبتها: يا أهل غزة علمونا اليوم كيف الشعر يكتب. يا أهل غزة، يا أهل غزة علمونا اليوم كيف الشعر يكتب، كيف هذا المجد ينبت بين كفين صغيرين، وكيف الجرح يغضب، كيف هذا الكف يكسر ألف مخراز وليس الكف يتعب، كيف تحمي زهرة طفلا من الموت المعلق بالسماء، وكيف تلقي عطرها بالحزن يعذب، كيف أم سجيت ظلما على أنقاض بيت هدمت أركانه وصغيرها بالكف يلعب. كيف أم سجيت، كيف أم سجيت ظلما على أنقاض بيت هدمت أركانه وصغيرها بالكف يلعب. الله. كيف أن الصمت يغلب ألف حرف، ألف بيت، ألف موضوع من الإنشاء يكتب. الله. كيف تحمي هذه كيف أن الصمت يغلب ألف حرف، ألف بيت، ألف موضوع من الإنشاء يكتب، كيف تحمي هذه الأرض المجاهدة حين يطلق دفعة القسام تحمل شوقه وتبثه نارا على المحتل يخشاها، وكيف الشوق يرعب، كيف كان الموت يدخل كل قارعة، ولكن عند غزة يخلع النعلين، يخفض رأسه عذرا لديها، ليته عنها يغرب. الله الله الله. كيف ينمو الصبر رغم القصف، رغم القيد يضرب، كيف وحدك تصبرين على الجراح بعزة، وبذلنا صرنا نعذب، كيف وحدك تصبرين على الجراح بعزة، وبذلنا صرنا نعذب، كيف زاد الجرح لكن كلنا بالتيه نلعب. كيف زاد الجرح
كيف زاد الجرح، لكن كلنا بالتيه نلعب. علمينا اليوم أن العز للقسام والأبطال من كل الفصائل كان ينسب. علمينا كيف وحدتنا تكون وقد غدونا اليوم أشتاتا وللأعداء نرهب. ذكرينا كيف كنا من بعيد نقذف الأحجار نحو الغاصبين. جميعنا فتح حماس جبهة كل الفصائل إخوة للحق تغضب. ذكرينا أننا بالأسر ما زلنا وما زال اليهود عدونا للحق يسلب. ذكرينا أننا بالأسر ما زلنا. ذكرينا أننا بالأسر ما زلنا وما زال اليهود عدونا للحق يسلب. ذكرينا بالأغاني النائمات على رفوف مجاهد من جيل حنظلة وأحرفها من الحسن المذهب. ذكرينا بالأغاني النائمات على رفوف مجاهد من جيل حنظلة وأحرفها من الحسن المذهب. إنها بعض الأماني حين تقتلني المشاهد كيف أفديكم وكيف الحبر يسكب. فاعذرونا أهل غزة إن صمتنا فالكلام يسوءنا وسكوتنا في حضرة العظماء أعذب. فاعذرونا أهل غزة إن صمتنا فالكلام يسوءنا وسكوتنا في حضرة العظماء أعذب. وسكوتنا في حضرة العظماء أعذب، لابد من السكوت الآن في هذا المقام. وسنخرج إلى قصيدة للوطن لأحد الشعراء، فيها استراحة لي ولك وللسادة المشاهدين، ما رأيك؟ تمام، أنتظر. إذن مشاهدين الكرام، نخرج الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، نتابع هذه القصيدة الشعرية الجميلة، هذه القصيدة لقائلها، ومن ثم لنا عودة رفقة شاعرنا، لا تذهبوا بعيدا. عن أي وجه في المدينة تبحث وجميعهم إن قيل وعد ينكث؟ هم أخلفوك وكلما حلفت يد بالعون في وقت الشدائد تحنث. لا خل إن ضاقت يداك بماكف، وإذا وسعت يدا فكل يمكث. يتلون صوبك آي حب زائف، والقلب في عقد الكراهة ينفث. يتشاغلون صبا وتغفل كابرا كتغافل الصوفي عما يحدث. صمتت أحاديث الدنا عن صنعهم، وجميل صنعك عن يديك يحدث. هم يلهثون وراء مجد نافر، والمجد بين يديك أربع أشعف. غرقوا بلجة خوفهم، غرقوا بلجة خوفهم، في اليم موت خائف بك لم يزل يتشبث. فكأنهم ومحاولات الليل في ضوء النهار لديك طفل يعبث. أو كلما وصلوا إليك علوت عن أضغاثهم فمكانهم لم يلبثوا. أو كلما وأدوا وصول هداية من فكرك النوري وحي يبعث. زعموا بأنك واحد وهم، فحبك في قلوب الناس كنز يورث. فاصفح عن الإمكان إن لبس المحال عباءة، فإليك كل يبحث. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيف هذا العدد أو الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، الشاعر الفلسطيني ابن نابلس الجميلة عمرو تفاحة. إلى جانب الشعر أيضا، أبدع أهل نابلس بحياكة الأثواب التراثية. حدثني عن فكرة الثوب الفلسطيني وما تعرفه عن هذا الثوب، واختلاف الثوب لونا وحياكة من مدينة فلسطينية
إلى أخرى، تفضل. وكان الثوب الفلسطيني تراث لأهل قرى فلسطين. نعم. وكانت المدن في بعض الأحيان بعيدة عن التراث. نعم. فكانت قرى نابلس تنسج الأثواب التقليدية ومشهورة بها وتبيعها في أسواق نابلس، لكن كان نساء القرى يقولون عن نساء نابلس أنهم لا يرتدون الزي التقليدي لأنهن بنات نابلس فيشترون الحرير ويلبسوه. نعم. فكانوا يعايرون بنات مدينة نابلس في هذه القصة، أنتم لا تلبسون اللباس التقليدي. نعم. طبعا يختلف اللباس التقليدي في فلسطين بين المناطق. نعم. فالشمال له تطريز مختلف وألوان مختلفة عن الوسط، ألوان مختلفة عن الجنوب. ألوان الشمال تأخذ الأبيض والأسود والقريبة، الوسط تمزج معها الأخضر وبعض الألوان، الجنوب أعتقد أنهم كانوا صحيح يتعاملون مع الألوان غير اللون الأسود، يطرزونه ويضيفون عليه بعض الجماليات، متأثرين طبعا في المناطق القريبة منهم من غير فلسطين. نعم. في الشمال قريبون على الأردن، في الجنوب كانوا قريبين على مصر، فهذا أدى إلى بعض الاختلاف الطفيف في الألبسة التقليدية الفلسطينية. تنوع في الذوق. صحيح. تنوع في الذوق وفي شكل الثوب الفلسطيني. نعم. فكانوا يقولون هذا الثوب ثوب مثلا من الوسط رام الله القدس، هذا ثوب من الشمال جنين نابلس طول كرم، وهكذا. هذا بعيدا عن التنوع في هذه الأثواب إلى التنوع في القصائد، إلى قصيدة جديدة ألها تكون مختلفة قليلا عن قصيدة غزة، ما الذي تحب أن تقرأه علينا الآن؟ والله سوف أرى. لك أن تقرأ ما تشتهي وما تحب. سوف نقرأه. المكان مكانك. تم. ماذا تريدها؟ أين اقرأ ما تحب وتشتهي. تمام. سأقرأ قصيدة عمودية في القدس، في حب القدس. إلى القدس إذن. وعنوانها القتيل الشادي، وهي شاركت بها في مسابقة أمير الشعراء. نعم. بدايتها تقول: إني المتيم في هوى الأصفاد. إني المتيم في هوى الأصفاد. هي قصتي أني القتيل الشادي، هي قصتي لحني تبعثر من يدي ليحطم الحرف السليم مرادي. رسمت معاني الحزن شكل قصائدي وصلبتها دهرا بلا ميعاد، حتى تعتق نبضها بمواجعي فأذاب شعري فرحة الأعياد. ثملت دموع العين فوق دفاتري، رقصت على الجرح القريح الصادي. ثملت دموع العين فوق دفاتري، رقصت على الجرح القريح الشادي الصادي. وتدللت فوق السطور غنوجة لتزور قلب العاشق الميادي، فأفيض من نبض الغرام من الهوى ويذوب مثل العود لحن ودادي. الله. ويذيبني المحبوب رغم مواجعي ويتيه شعري في نسيم بلادي. أحببتها والنور ظل جمالها، أحببتها والنور ظل جمالها، عن وصفها عجزت حروف الضاد. الله الله. عربية كان الإباء رداؤها وتزنرت بفضائل الأمجاد. أحببتها والنور ظل جمالها، عن وصفها عجزت حروف الضاد. أحببتها والنور ظل جمالها، عن وصفها عجزت حروف الضاد. عربية كان الإباء رداؤها وتزنرت بفضائل الأمجاد، وبراحتيها الحسن يرقص فرحة من في مقلتيها قصتي وسهادي. عربية كان الإباء رداءها، عربية كان الإباء رداءها، وتزنرت بفضائل الأمجاد، وبراحتيها الحسن يرقص فرحة في مقلتيها قصتي وسهادي. إني بها كالطير أشدو أدمعا، إني بها كالطير أشدو أدمعا، إني بها كالطير أشدو أدمعا، رتلت عشق القدس مع أورادي، عذري لها أني الأسير لأجلها وبحبها نبض الفؤاد ينادي. يا شعر رفقا بالقتيل من الهوى، كم كنت أسرج للحبيب جيادي. يا شعر رفقا بالقتيل من الهوى،
كم كنت أسرج للحبيب جيادي، ولها من القلب المتيم قبلة، ولراحتيها كم يحن فؤادي. رحلت لها روحي ونبض مواجعي، رحلت لها روحي ونبض مواجعي، وبعثت شوقي بالنسيم الغادي، ليعود مع رسم المساء لخافقي متسللا خوفا من الأوغاد. ليعود مع رسم المساء لخافقي متسللا خوفا من الأوغاد. فحواجز التفتيش تمنع بسمة وتكبل النسمات بالأصفاد. فعزفتها لحنا تسربا بالأسى. هي قصتي أني القتيل الشادي. قصة كل الأحرار. عمرو تفاحة، الشاعر الفلسطيني. هذه عن القدس. صحيح. يسألكم سائل: تتحدثون عن القدس كثيرا وكأنه لا يوجد لدينا في الأمة قضية غير قضية القدس، لا يوجد حزن غير حزن القدس، لا يوجد وجع غير وجع القدس. ما لنا والقدس يا أخي؟ القدس قبلة القلوب ومهوى الأفئدة، ولكن في فلسطين كما قلت لك سابقا، الفلسطيني وجع الأمة وجعه، لأنه يعرف معنى الظلم وعاش. ولدنا في الظلم وحيينا في الظلم، فلا نرتضي الظلم لأنفسنا ولا نرتضيه لغيرنا، ولا بد لكل شاعر أن يكتب في هموم أمته. نعم. فهو إن حصلت مشكلة في العراق أصبح عراقي الهوى، وإن أصبحت مشكلة في سوريا أصبح دمشقي الهوى، وإن حصلت مشكلة في اليمن فهو عدني الهوى. تخيل معي، لو أنا للقدس لسانا وهي حاضرة أو حاضرة ماثلة أمامك الآن، وأرادت أن توجه رسالة إلى الأمة، ما الذي يستمع إليه من صدى أنفاسها وصوتها عمرو تفاحة فينقله إلى السادة المشاهدين؟ والله القدس تواسي المسجد الأموي وتواسي جوامع بغداد. الله. القدس تواسي جوامع عدن وجوامع صنعاء بما يمرون به من كروب، تواسي كل إخوتها في المساجد الأخرى وتقول: جرحكم جرحي. ففلسطين لا تستطيع أن تحيا وهي ترى إخوانها وإخوانها المسلمون يذبحون في كل مكان. فتبقى فلسطين هي الجرح النابض في العالم الإسلامي، لكنها لا تنسى ولا تغفل جراح إخوتها المسلمين في كل مكان. أحسنت عمرو، ومستمرون لا شك معك في هذا النزف الجميل من القصائد الفلسطينية العذبة الوجدان. لكن قبل أن نكمل هذه القصائد لابد أن نخرج إلى فاصل. لا تفضل. مشاهدينا الكرام، الآن نخرج وإياكم إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما في جعبة شاعرنا من قصائد سيقرأها على مسامعكم وستنال استحسانكم. لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا مجددا. الآن أذكركم بضيف هذا العدد من حلقة برنامج بيت القصيدة الأسبوعي، الشاعر الفلسطيني ابن نابلس جبل النار عمرو تفاحة. لماذا أطلقوا على نابلس جبل النار؟ هذه التسمية أنا كفلسطيني بصراحة يعني قرأت الكثير فيها، ولكن لم يعني أقتنع برواية من الروايات المتعددة، لكن اسألوا أهل المدينة يجيبونكم. تاريخيا عندما قدم نابليون في حملته الشهيرة
اجتاح معظم المدن، وعندما أراد أن يأتي إلى مدينة نابلس قام أهل قرى نابلس بإشعال جبالها النيران. فعندما نظر من بعيد ورأى جبالها تحترق فقال نابليون: هؤلاء قوم حرقوا متاعهم ليقاتلوا فيقتلوا، فلن ندخل هذه المدينة، ورجع آفلا. ومن هنا أخذت اسمها جبل النار نابلس، عصية على لكن الأعداء. ما الذي فعله الأهالي يومها بالضبط؟ أحرقوا الأحراش وأحرقوا الجبال، فأصبحت يسمى جبل النار لأن النار اشتعلت في الجبال وفي الأحراش في نابلس، فخشي نابليون للقدوم إلى هذه المدينة. هل في تلك الفترة واصل نابليون زحفه إلى حيفا حينما وجه بشجاعة حاكمها أحمد باشا الجزار، وكان هناك سور حيفا الذي وقف حائلا؟ صحيح، أعتقد أنه قبلها كان في حيفا وقدم إلى نابلس. نعم، أنتم الفلسطينيون منذ فجر التاريخ إذن، وأنتم تقاومون المحتل على اختلاف جنسيات و يعني منحدرات هذه الاحتلالات، لماذا باعتقاد؟ والله ما الغريب؟ هي المسكون غريب فيكم؟ فلسطين عادة موقعها الجغرافي، موقعها التاريخ، بعدها التاريخي الديني أدى إلى وجود أطماع هائلة من جميع الإمبراطوريات. نعم. من جميع الحكم، من جميع الدول. فلسطين لها بحران، البحر الأحمر والبحر المتوسط تطل عليهما. فلسطين تربط آسيا وإفريقيا، تربط مصر والبقية وآسيا. نعم. فترى أن فلسطين لها موقع استراتيجي. كذلك سبحان الله، يا بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: عليكم في بيت المقدس فأهلها في رباط إلى يوم القيامة، فهي بلاد جهاد وبلاد بذل وعطاء وبلاد مقاومة وتضحية. نعم. فهذا ما حباه الله لفلسطين وجعل فيها القدس. هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الصهيوني البغيض الذي سطى واعتدى على ما ليس من حقه، مثل ما يقول أجدادنا: أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق. صحيح. هذا الاحتلال، هناك من يقول إنه ربما كان هناك عوامل أخرى إلى جانب الاحتلال جعلت الفلسطينيين للأسف يزهدون بتواصلهم مع بعضهم البعض، فربما تجد أن ابن غزة غريب عن ابن الضفة المحتلة، وابن الضفة المحتلة غريب عن ابن الداخل المحتل أو عرب 48. إلى أي مدى يمكن أن نأخذ بصحة مثل هذا الطرح؟ هذا الطرح إلى حد ما لا نستطيع أن نأخذ به بمجمله بهذه والله الطريقة السطحية. نعم. بداية أنا أعرف أشخاص قبل الثمانينات، طبعا يعني قبل فترة الانتفاضة الأولى. نعم. كانت فلسطين كلها منفتحة على بعضها، حتى الاحتلال عندما كان موجود كان ابن نابلس يستطيع أن يأخذ أغراضه وأكله ومتاعه ويذهب إلى شاطئ غزة. نعم. ليتفسح في على البحر، على شاطئ البحر. لكن بعد الانتفاضة حصل الإغلاق وحصلت هذه التضييقات. طبعا كانت قبل الثمانينات كان هناك تضييقات، لكن الاحتلال الإسرائيلي احتلال ينزع إلى النزعة الخبيثة في التعامل، ففتح الحدود وحاول أن يعطي إلى الناس أنهم يعيشون براحة حتى ينسوا قضيتهم. لكن الشعب الفلسطيني كما قلت أنت سابقا هو شعب لا يرضى الاحتلال. صحيح أنه تخبو فترات، المقاوم تخبو فيها فترات وتنهض فيها فترات أخرى، لكن هو شعب بفطرته مقاوم، لا يقبل الضيم. شعب مقاوم بفطرته، مقاوم. صحيح. بعد انتفاضة 87 أغلقت المعابر، وبعد قدوم السلطة صار هناك اتفاقيات، وهذه الاتفاقيات السياسية أثرت سلبا كثيرا على الفصل بين الضفة وغزة، لأنها أوجدت أمر واقع دولي، قانون جديد أن الضفة الغربية منعزلة عن قطاع غزة، منعزلة عن عرب 48، عن فلسطين المحتلة في الداخل. فهذا كله قادنا إلى بعض التفسخ في العلاقات. أحسن. لكن عوضت عنها هذا الخلل اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي. فعليا في بداية القرن العشرين
في بداية 2000 أصبحت التعامل في وسائل التواصل الاجتماعي كانت بدايتها مع المسنجر والآي سي كيو وهذه البرامج، أصبح الناس يتعرفون على بعضهم، أنا من غزة أنا من الضفة، فتنسج العلاقات. حتى أنا عائلة واحدة قد تجد أن لها جزء صحيح في الضفة غزة وجزء في الضفة وجزء في الداخل. صحيح صحيح، هذا موجود مع معظم عائلات فلسطين. نعم. كان التنقل بين المدن متاح، فكان كل أين يعمل يسكن، لكن عندما حصلت الظروف الحالية أصبح وضع فلسطين تشتتت العائلات وتقطعت السبل بهم، وهذا هو. ولكن أنا لي أصدقاء، لا أنا أقول لك لماذا هو ليس دقيقا هذا الكلام، لأن لي أصدقاء من غزة، لي أصدقاء من فلسطين، عرفت بعض الأشخاص من 48. وكلنا فلسطيني الهوى. أنا لاجئ من يافا أقيم في غزة. صحيح. أو أهلي في غزة، وأنت صديقي من نابلس مثلا. صحيح، رضي الله عنك. كان بإمكاننا أن نوفر كل هذا النقاش بهذه الفكرة فقط. استمع. لكن جميل أن نوضح للسادة المشاهدين طبيعة الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطيني. كيف لهذا الفلسطيني صاحب الحق صاحب الأرض أن تفرض عليه الحواجز والقطائع والقواطع والسدود والحدود، فيصبح بمعزل عن أخيه ابن أمه وأبيه، أخي في الدم وأخي في الأرض والإنسانية. الآن ربما سنتحدث بعيدا عن فلسطين قليلا، ما رأيك؟ تفضل. حدثني عن حب فلسطين أو حب الفلسطيني للعراق شعرا قبل أن تحدثني نثرا. تمام، نقرأ لكم قصيدة أسميتها عراق. تفضل. إلى عراقك. إلى عراق. ومدى تشابهه مع عراقنا. مع عراقكم. عراق، ما بال جرحك يروي اليوم أبياتي، فأزهر الحزن من عزفي لآهاتي، وأبحر الدمع في لحن الأسى تعبا، ليرقص الطير مطروبا بأناتي، وينزف الجرح من صدري على وطني، فألثم الجرح كي أخفي معاناتي. الله الله. وأسأل الصبر لما ضاق من ألمي، هل أنت يا صبر تروى من عذاباتي؟ وأسأل الصبر لما ضاق من ألمي، هل أنت يا صبر تروى من عذاباتي؟ يا صبر عذرا، فبغداد التي سلبت من بعد قدس تزيد اليوم مأساتي، سأكتم الحزن في أحشاء قافيتي، سأكتم الحزن في أحشاء قافيتي، وأدفن اللحن في تابوت أبياتي، وأذرف الشعر ممزوجا بأوردتي على العراق الذي أدعوه يا ذاتي. على العراق الذي أدعوه يا ذاتي، على العراق الذي أدعوه أن ياتي. هذا العراق في ظل هذه الثورة القائمة اليوم، ثورة تشرين في عموم العراق، الشباب المتطلع إلى الخلاص، إلى فجر الحرية، أمنياتكم كفلسطينيين لهؤلاء الشباب الذين خرجوا ضد الظلم والفساد والفاسدين؟ والله أمنياتنا لهم، لجميع الأبطال العربية. بغداد معروف أن بغداد رافعة الثقافة في العالم العربي والإسلامي. نعم. إذا ارتقت بغداد. مكتبة بغداد، إذا ارتقت بغداد وإذا صحت بغداد صح الجسد، صح العرب. أحسنت. بغداد هي القلب، قلب الأمة العربية، قلب الأمة الإسلامية. لك أن تنتقي الآن ما تحب شعرا، وبعده سأنتقي ما أفاجئك به سؤالا أيضا. يا تفضل. إلى الشعر قبل، ماذا ستقرأ الآن؟ سأقرأ بعيدا عن السياسة وبعيدا عن كل دهاليزها، بعيدا عن السياسة وكل همومها. ليس البرنامج الذي يقدم هنا في الرافدين بعيدا عن السياسة، وإنما نريد أن نذهب إلى ما هو أبعد من السياسة، أبعد وأشمل وأعم، إلى موضوع مختلف، موضوع يتحدث عن شخصية الكاتب. تفضل. أو شخصية الشاعر. لست غيري، لا تطلبي مني سوايا، فلست غيري، أنا هكذا طبعي، إذا أحببت أشعلت القصائد، أو حزنت فلست إلا دمعة كالنهر تجري، أنا هكذا أحيا بلا وسط، جنوني المشاعر حينما أهوى، أحب بكل ما أوتيت من عزم، وإني إن كرهت فلا مجال لعودتي، والأمر أمري. أنا هكذا طبعي، فإما أن أكون كما أشاء من النقيض إلى النقيض، خطاي تسري أو لا أكون فلا أبالي، إنني ما عدت أسعى أن أمثل غير دوري، أنا هكذا طفل
أنا هكذا طفل، أنا هكذا طفل، أكسر إن غضبت الكون، لكني إذا ضميتني أنسى لما أصلا غضبت، وإن سئلت فلست أدري. أنا هكذا معنى التناقض لست أنكر، إنما يكفي بأنك يا حبيبة كنت عمري. لا تطلبي مني أمثل أو أكون سوايا، إن الحب لا يحتاج تمثيلا، ولكن أن نكون على سجيتنا، طبيعتنا، حقيقتنا، بلا زيف ولا كذب. فإني لا أريدك أن تكوني غير أنت، ولا أريد أكون غيري، ولا أريد أكون غيري. أحسنت. وأنت لها شاعر مجيد رائع، إنسان. الآن سأطرح عليك 5 مفردات أريد مدلولها الذي يقع في نفسك بعيدا عن المعنى المعروف لدى العوام من الناس. تفضل. القرطاس. القرطاس والقلم، الكتابة، وما أجمل الكتابة. الخطوات. الخطوات، الإنسان عندما يسير في الحياة ولا يدري أين وجهته أو ماذا ينتظره في خطوته القادمة. الغموض. الغموض، هذا ما يبحث عنه الشاعر في أبياته ليرى ماذا يخفي له. البعيد. البعيد، لابد للبعد أن ينتهي وأن يتلاقى الأحباب. الجدار. الجدار، آخ الجدار، الجدار ذاك الأفعى الذي يقطع فلسطين، يقطع أفصال فلسطين. دعنا نستفيض شرحا وحديثا في هذا الموضوع إذا أحببت. آخ، إن هذا الجدار هو دليل على ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي، يحاربه في جنوب إفريقيا ويقول ويقيم الدنيا ولا يقعدها، لكن في فلسطين ينظر ولا يبالي. نعم. ويقول هو حق للاحتلال بأن يقطع فلسطين كما يشاء. أحسنت يا عمر، أحسنت. قصيدة مسك الختام، ماذا ستختار؟ قصيدة ختامية. قصيدة. نعم. في الختام. تفضل. لابد في الختام دائما لكل شاعر أن يتذكر، هي بعض أبيات كتبتها في الأم. نعم. الجنة في الأرض، أصف بها ببعض كلمات من خير هي الأم. مبتدأ ومختتم. خير مختتم. وبلسم الشعر والقصيدة. وبلسم الشعر. الأم. وروح كاتبها الأم. تفضل. هي رحمة لله فينا أنزلت، وبدونها نشتاق للرحمات. هي ما تشاء من الصفات رأيتها، دفء القلوب وأجمل النسمات. هي فرحة للروح، بلسم دمعة، هي موئل، هي أروع الضحكات. هي إن تعبت من الحياة وظلمها وأتيتها تمددك بالطاقات. هي حكمة ما خاب يوما رأيها، وبكفها الحاني تزيل شكاتي. هي جنة الرحمن نقطف أجرها، والبر فيها أجمل الثمرات. هي أعذب الكلمات أحلى نوتة، أمي فديتك يا ربيع حياتي. أمي فديتك يا ربيع حياتي. وكل أم تربي ابنها على حب الإنسان وعلى أن يكون لبنة صالحة في مجتمعه، ألا ينسى حقه، ألا يعتدي على الآخر. صحيح. ألا ينسى أخاه الذي ضرب أو ضرب المحتل بينه وبينه جدارا وسورا وحاجزا. صحيح. الآن هناك بقيت رسالتان. الرسالة الأولى منك شاعرا أو كشاعر فلسطيني، موجهة إلى العوام من أبناء أمتنا العربية والإسلامية، منطلقا من جرحك الفلسطيني، ماذا عساك تقول موجها رسالتك؟ والله أوجه رسالتي إلى أمتنا العربية والإسلامية وأقول إن شاء الله أنها غمة سوف تنتهي، وأنه مخاض فجر جديد إن شاء الله للأمة الإسلامية والعربية، لكن لابد لكل في مجاله أن يعمل ويجتهد. فالمهندس لابد أن يعمل ويجتهد في مجاله، والطبيب كذلك، والعالم كذلك. نحن نحتاج إلى نهضة حقيقية لنبني النفوس والأشخاص، لا نحتاج إلى هذا كل هذا القتل والدمار. إن شاء الله بعد أن ينتهي كل هذا القتل والدمار، وأن تبدأ الأمور في العراق، وأن تأتي حكومة من صلب هذا الشعب لتحمل همومه
فينتهي الفساد وتبدأ ببناء الشخص في الوطن في الأمة، بناء الإنسان، بناء الإنسان من أجل بناء الأوطان، حتى تنهض الأوطان. فمن غير الإنسان تضيع الأوطان. أحسنت أحسنت يا دكتور عمرو. كلمة للتاريخ من أجل فلسطين، ماذا ستقول؟ سأقول للتاريخ، فلسطين ستبقى، وبإذن الله الاحتلال هو الذي سيزول. ولم يكتب التاريخ أن شعبا قاوم وقضي عليه أو هزم، بل كل من يقاوم في الختام لا بد له إن كان صاحب قضية عادلة أن ينتصر. ولم يكتب التاريخ أن احتلالا ظالما متغطرسا بقي جاثما على صدر أمة مقاومة. مقاوما، وأهم شيء كلمة مقاومة. أحسن دكتور عمرو تفاحة، شاعر الفلسطيني. للأسف ضاق الوقت ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كنت أتمنى للوقت أن يمتد ويتسع، ونحن كذلك، رضي الله عنكم. لعل الأيام تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والشيقة. إن شاء الله، رضي الله عنكم. شكرا جزيلا. عفوا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المتميزة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل لقاؤنا وإياكم يتجدد رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.